عارفين انا كم مرة عايد المقدمة هذه؟ اكثر من 3 مرات. وتخيلوا السبب ايش هو؟ بوليتو تحت التطوير. بالضبط، بوليتو تحت التطوير. للأمان أنا ماني عارف من فين ببدأ في البودكاست هذا. ببدأ من الخبر المفرح إنه الألعاب انضمت بشكل رسمي للمجلس الأولمبي الآسيوي، ولا ببدأ من اللعبة الحربية اللي مطورينها شباب من تونس، ولا بموضوع خبر لعبة بولي؟ قبل أن نبدأ نخش في التفاصيل هذه كلها اليوم، حاب أذكركم لا تنسوا الاشتراك ولا تنسون تنشرون القناة، وشكرا لكم على الدعم في الفترة الأخيرة. خلونا نبدأ بالمهم على طول. زي ما انتم شايفين العنوان إنه بوليتو تحت التطوير. للأمانة أنا انصدمت كثير، ما كنت متوقع هذا الشيء روكستار بتسويه. الخبر بيقول إنه في أكواد حتشوفونها قدامكم، تقدروا توقفوا الشاشة وتفرجوا براحتكم. مكتوب عندكم جيمي ومكتوب عندكم برضو ديفلوبمنت. طبعا كثير من الأشخاص الموثوقين بالتحديد في موقع جي تي اي فورم حللوا الأكواد هذه، وكلهم متفقين على شيء واحد. على حسب الخبره اللي عندهم وحسب الاشياء اللي صارت قبل كذا، يعني استنتاجاتهم قبل كذا مع ماكس بين 3 مثلا، ربطوها على طول بلعبه بولي. لكن الغريب في الموضوع انه لعبه بولي ما نعرف بالتحديد سنتها متى كان. ففي ناس كثيرين بيقولوا على 2006، وفي ناس بيقولوا لا تقريبا في التسعينات الثمانينات، ما هي باينه الحقبه الزمنيه للعبه. وهذه واحده من الاشياء اللي روك ستار يمكن كانت متعمدتها في اللعبه، بس ما يبغى واحد يعرف الحقبه الزمنيه. فصراحه أسئلة كثير تيجي ببال الواحد، من تاريخ اللعبة متى حيكون؟ ايش تفكير روكستار خاصة بعد أحداث بولي 1؟ فللأمانة ما أعرف، يعني اللعبة الآدمي في ثانوية على جامعة، ما أعرف بعد كذا ايش اللي يبغوا يسووه، صراحة شيء غريب وماني عارف قادر أجمع حتى في الأفكار. على العموم تحصلوا رابط عندكم في الديسكريبشن، كتبنا الموضوع بشكل كامل، ولا تنسوا تكتبوا رأيكم في قسم التعليقات، خلونا يعني هو في النهاية موضوع نقاشي. من جد يا أخي صدمة 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 الصراحة، ماني عارف أكمل. نجي لموضوع مهم ثاني كمان، دام نحن بنتكلم عن استديوهات روكستار. الفترة الأخيرة كل اللاعبين تقريبا أغلبهم كل ما بيدخل واحد أونلاين بيحصل مليون، مليونين، 3 مليون على حسب، عاد ما أعرف كيف روكستار قاعدة توزع هذه المبالغ، لكن بشكل مجاني وفري وبدون أي مقابل. طبعا اللي ضحكني بالموضوع هذا إنه طلعت فئة، يعني واحد من الشباب أرسل لي حتى في السناب وانصدمت. عندنا فئة الهاك فيهم ثقة في نفسهم شيء مو طبيعي الصراحة. يعني انا متوقع لو روك ستار شافتهم كانت بتقول لهم تدروا شيلوا الشركه انتم بطلنا، لانه طالعين بكلام جديد وملاحظهم في حسابات في الانستغرام انه روك ستار قاعده توزع فلوس بكل بساطه، لانه ما عاد في احد يلعب اونلاين، فقامت توزع فلوس على اساس الناس تلعب، لانه سدوا موضوع الهاك فبالتالي خسروا عدد لاعبين. والله ما ادري ايش اقول لكم الصراحه، اضحك من ذكائهم ولا غبائهم ولا الثقه اللي هم فيها ولا الاحلام الورديه اللي عايشينها، ولا بس بكل بساطه يبغوا يرجعوا فلوسهم مقهورين انهم كانوا يضحكوا على اللاعبين وروك ستار نشبت لهم. خلينا ناخذ بعض المعطيات بس عشان نعرف روك ستار ليش سوت الحركه هذه. هو ما في شيء رسمي لكن حناقشكم الموضوع. بكل بساطه اللعبه نازله من 2013، يعني 13 و14 و15 و16 و17، 5 سنين للعبه و5 سنين لها تطوير. صراحه انجاز انه في لعبه تعيش هذا العمر كله وبتتصدر المبيعات بعض الاحيان رابع ثالث، واحيانا ترجع اول واحيانا تنزل، انجاز. الاغرب من هذا كله انه اللعبه اللي خلاها مستمره على طور الاونلاين لحاجتين. الحاجه الاولى لازم تعرفوها انه روك ستار ما كانت واثقه في موضوع الاونلاين، لان اصلا ما عندهم تجارب ناجحه مع الاونلاين، وهذا اللي خلى يصير حساسيه ما بين ليزلي وروك ستار وسببها انطرد. فدخلهم من ورا الاونلاين كان جدا كبير لدرجه نسيوا موضوع القصه ونسيوا موضوع الاوفلاين وركزوا على الاونلاين، خاصة من ناحية الفلوس. أنا ما بتكلم عدد لاعبين تجيب لي ومعناته بدخل فلوس، لا، الدخل بيكون في الغالب عن طريق الشارك كارد، وعند الأجانب بالتحديد في أمريكا طايحين في الشارك كارد، لأنه أصلا لو حاولت تخش ممكن توصل لمحاكم وتتبهذل فيها. حتى الناس اللي كانوا يسووا سيرفرات وصلت معاهم مشاكل كذا مرة بنكتب عنهم في الموقع. فالموضوع رسمي في أمريكا، وأمريكا أقوى سوق موجود في العالم تقريبا، ودائما أمريكا الحال والعالم كله الحال في المبيعات. فدخلوا الذهب من وراء اللعب، ففعليا 5 سنين لهم قاعدين يدخلوا ذهب من وراء اللعبة وما عندهم أي مشكلة. فالعقل والمنطق يقول لو كانت روك ستار بتسوي الحركة دي عشان اللاعبين يرجعوا يلعبوا، لأنه بكل بساطة ممكن الناس ما عاد صارت تشتري الشارك كارد، وأنا الصراحة معاهم لو ما صاروا يشتروا، مو عشان الهاك حضرتهم اتقفل عليهم كل شيء، لا، لأنه بكل بساطة ألعاب كثير قاعدة تنزل، وروك ستار للأسف يعني سنة 2017 ما تتقارن ب 16 و15 و14 من ناحية هم اهتمامهم في الأونلاين، فالسنة هذه نايمة يعني من النهاية من بداية السنة، وروك ستار هادية مع لعبة جي تي، ما بنلاحظ فيها أي شيء يخلي الواحد يتحمس يلعبها زي اول مثلا العام واول العام، وفكروا انتم فيها اصلا. فنص الاستوديو تكلمنا عنها في البودكاستات اللي راحت، شغالين على لعبه ريد، الحين طلع لنا موضوع ثاني، يعني تكلمنا قبل كذا انهم هم في جزء كمان منهم شغالين على لعبه، وهذه شكلها اللعبه الجديده بولي، الله اعلم، فان شاء الله وضحت الصوره. نيجي لموضوع مهم كمان ثاني حاب اشارككم اياه ولازم تعرفوه، موضوع انه كيف او ايش فكره انضمام الالعاب للمجلس الاولمبي الاسيوي. بكل بساطه حيصير الجيمز او الالعاب بشكل عام معتمده رسميا
بحيث انه لها بطولات رسميه بتمثل، يعني في لاعبين حيمثلوا كل دوله في البطوله هذه، زي ما بيصير في الكوره، كرة سلة، كرة قدم، كرة طائرة، جميع الالعاب الرياضية اللي بنشوفها، اولمبياد اسيوية، كرة يد، نفس الفكرة. وطبعا الالعاب اللي اتوقع واحتمال كبير يعني حطيناها حتى في التقرير، عندكم فيفا 17، عندكم دوتا، عندكم لول اللي هي ليج اوف ليجند، وعندنا ستار كرافت. فصراحة اهنيهم انهم اخذوا الخطوة هذه وخلوها بشكل رسمي اسيا عندنا، لانه تقريبا اغلب المنتخبات اللي كانت دائما بتنافس في البطولات هذه من اسيا، ما عدا تقريبا نقول امريكا وكم دولة بسيطة اوروبية، لكن الاغلب كان من عندنا اليابان، صين، كوريا، ذولا مدمنين الالعاب هذه، خاصة اللي هي دوتا ولولو والشيء هذه. فنفسي اشوف بعد كذا اشكال الناس اللي كانت تتشمت وتقول العاب للاطفال وماخذين اكثر من حجمهم، خاصة الشباب الله يعطيهم العافية اللي اخذوا بطولات فيفا. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. تانك وارفير لعبة من تطوير شباب من تونس، صراحة انا اهنيهم على الشغل اللي سووه، حتشوفوا بعض الصور للعبة اللي هم شغالين عليها ونزلت في ستيم. طبعا اللعبة هذه بتحكي او بتتكلم عن موضوع الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد بتبين موقف البلدان العربية من الموضوع هذا. صراحة انا احب الالعاب اللي فيها جزء من التاريخ، خاصة اذا كان التاريخ يخصنا احنا، فشيء جميل انك تشوف استوديو مطور عربي بيطور لعبة زي كذا، وان شاء الله حيكون لي لها التجربة، فصفقة لها. لانه بصوت ببساطة ترى ما في داعي. فاكرين الاسبوع اللي راح لما تكلمنا عن لعبة من بانداي نامكو كانت شوية غريبة، وقلنا انها تشبه ديث نوت، وشوية قلنا لا تشبه طوكيو جول، طلعت لا لعبة جديدة وعنوان جديد، وحتشوفوا صورها قدامكم. اللعبة اسمها كود فاين، وزي ما انتم شايفين قدامكم الصور، فكرتها بكل بساطة وقصتها انه بتتكلم عن في فئة من الناس، او خلينا نقول مخلوقات بس اشكالهم زي الناس، ما اعرف صراحة كيف اوصفهم، عاد مشوها، اسمها ريفيننتس. طبعا هذول عبارة عن مصاصين دماء، هذا اللي انا فهمته، واذا ما حصلوا دم يتحولوا المخلوقات، بيقعدوا طول حياتهم يدورون دم ويصيروا زي اللي عليهم لعنة، يعني اذا ما حصلوا دم يعني يقلبوا وحوش من النهاية. وطبعا كثير من هذه الفئة اللي هي الريفيننتس اتحولوا لهذه المخلوقات المتوحشة، وصاروا يعني زي ما تقولوا حايسين في الدنيا هذه، وبيكونوا في الغالب ضد. فانت حتلعب بواحد من هذول الريفيننتس وبتحاول تكتشف القصة. صراحة وانا قاعد اقرا القصة كذا والتقرير عندنا، حسيت نفسي كاني قاعد يعني اتفرج واحد من افلام الانمي. صراحه اهنيهم على الفكره الجميله هذه، واتوقع انها حتعجب اللي يحبون الانمي كثير. للامانه اتوقع يعني الله يعينكم الاسبوع الجاي، ويعيننا ويعين جميع الجيمرز الاسبوع الجاي، لانه بكل بساطه في كلام كثير طلع في الفتره الاخيره، حشارككم ابرز الاشياء الغريبه اللي صارت او انقالت. اول شيء خلونا نبدا بالمهم، في خبر كان بيقول انه المفروض الثلوث هذا اللي راح من المفترض ينزل تريلر للعبه ردت، خاصه انه راح عليه 6 شهور تقريبا من اخر تريلر شفناه. ففجاه طلعت روك ستار بلعبه جديده تيني ريسر. طبعا هذه اللعبه ان شاء الله حيكون في لها ستريم خاص كذا على الاسبوع الجاي، لانها حتنزل يوم 25 ابريل، يعني تقريبا على يوم الثلوث الجاي. فصراحه غريبه اللعبه شويه، لانه كان التصوير الزاويه الكاميرا زي ما انتم شايفين في الصور قدامكم من فوق، وهذا اعطاني انطباع او ذكرني بحاجه هم قالوها مهمه قبل كذا، انه تحديثاتهم الجايه حتغير كثير من اللعبه. الشيء الثاني اللي كمان حيكون يعني غريب، انه بحكم انه التريلر ما نزل الاسبوع هذا على كلام الاشاعات اللي الفتره الاخيره عن ردد، فحينزل التريلر حقه على الاسبوع الجاي، ففعلا شيء ما اعرف. خذوا كمان هذا الموضوع الثاني، لعبه كول اوف ديوتي انتم عارفين انها خلاص يعني بشكل رسمي حتصير في الحرب العالميه، برضو كمان طالع اشاعات انه التريلر حقه حيكون على الاسبوع الجاي. تم التاكيد على الخبر وسيتم الاعلان عن التريلر الاسبوع الجاي. وبرضو كمان عندكم الاسبوع الجاي حتنزل لعبه اوتلاست، وحتكون كمان يوم الثلوث اللي حينزل فيه اضافه تينريس ريسر الخاصه بجي تي اي. وخذوا هذه كمان، برضو كمان لعبه ذا ووكينج ديد سوينا لها حلقه تختيمته، لو تشيكوا القناه الاولى برضو حتنزل حلقتها الموسم الجديد اللي هو الرابع برضو على يوم الثلاث. ففعلا فعلا انا ما اعرف ايش بهم كلهم على الاسبوع الجاي، فما ادري قولوا لي انتم متحمسين ليش، لانه فعليا انا ماني عارف العب ايش واخلي ايش غير الالعاب اللي حتنزل الشهر ده. براي عندنا، ليتل نايت مير، ما اعرف. وبكذا يكون وصلنا لنهايه البودكاست، وحتشوفوا اجمل التعليقات موجوده في واحده من الجهتين هذه، بالاضافه لا انسى انه اغلبكم صوت في البودكاست الاخير على موضوع ان الاونلاين اهم عنده من الحصريات، فشيء جميل الصراحه. طبعا بالنسبه للموضوع اليوم لا تنسوا تضغطون علامه التعجب وتصوتوا لسؤالنا لهذه الحلقه. حاب اشكركم في النهايه على الدعم الخرافي، لا تنسوا تشيكون اخر مقاطع نزلناها حتكون موجوده عندكم ممكن هنا. وحكمتنا اليوم حتكون، هنالك ناس وظيفتهم في الحياة إفساد حياة الناس من حولهم وليس أكثر. لما أنا عايم من الفئة هذه. سلام.